I watched him here in the gym a few months ago when he was here to fight Howard King, and he can hit a guy in the elbows and just about break his arm. من مجرم يرتكب عمليات السطو المسلح إلى واحد من أعظم ملاكمي الوزن الثقيل عبر التاريخ، إنه تشارلز ليستون المعروف أيضا بسوني ليستون، الذي انتقل إلى حياة السطو والجريمة في سن مبكر. ولكن من كان يظن بأن هذا الشاب ذو الماضي الإجرامي سيحقق رقما قياسيا مذهلا في الملاكمة أنذاك بالفوز في 50 مباراة، 39 منها بالضربة القاضية، وأن تكون ملهما لشخص مثل الوحش مايك تايسون، فهذا كاف لشرح مدى عظمة وقوة سوني ليستون. تابعوا معنا المقطع للنهاية لتتعرفوا على القصة الكاملة والمذهلة للسجين الذي تحول إلى بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، والمعركة التي غيرت حياته مع محمد علي كلاي. ولد ونشأ الملاكم الأمريكي سوني ليستون في ظروف صعبة للغاية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكان ثاني أصغر إخوته 12. كان والده قاسيا وكان يضربه كثيرا. لقد كان سوني يتعرض للضرب من والده بوحشية لدرجة أن بعض الندوب ظلت مرئية على جسده حتى بعد مرور عقود من الزمن. قال سوني ليستون في إحدى مقابلاته بأنه لم ينل أي شيء من والده سوى الضرب والمعاناة، وانخرط في حياة السطو وقتال الشوارع عندما كان في 15 من العمر، ولقد عرف بقاطع الطرق ذو القميص الأصفر بسبب القميص الأصفر الذي كان يرتديه خلال عمليات السطو، إلى أن تم القبض عليه عندما كان يبلغ من العمر 22 عاما، وتم الحكم عليه بالسجن ل4 سنوات، وتلك كانت أول مرة يدخل فيها سوني ليستون السجن. إلا أنه لم يشتكي من السجن، وكان يقول بأنه قد ضمن 3 وجبات يوميا، وذلك كل ما كان يحتاجه. خلال فترة السجن لاحظ مسؤول في السجن بأن ليستون يمتلك موهبة طبيعية رائعة في الملاكمة، ورأى كيف كان يتشاجر مع المساجين داخل السجن، بالتالي نصحه بالدخول في عالم الملاكمة، حتى أنه قام بالإفراج المشروط المبكر عنه لكي يرتب له لقاء مع الملاكم المحترف آنذاك ثورام ويلسون، وكان ذلك اختبارا لسوني ليستون في عالم الملاكمة. لكن سوني اجتاز الاختبار بنجاح وأبهر الجميع عندما أطاح بثورام ويلسون في الجولة الأولى، ومن ثم بدأت مسيرة ليستون الاحترافية في عالم الملاكمة. فبعد إطلاق سراحه حقق الكثير من الانتصارات وأطاح بالعديد من الملاكمين الهواة، وداع صيته حتى أصبح يمثل مدينة شيكاغو آنذاك، وكان من الواضح بأنه سيصبح ملاكما مميزا. حقق ليستون أول انتصار له في البطولة الاحترافية سنة 1953 عندما أطاح بالملاكم دون سميث بالضربة القاضية وفي الجولة الأولى. وهناك سطع نجم جديد في عالم الملاكمة، وتم تلقيبه بلقبه الشهير سوني ليستون. كان سوني معروفا بيساريته الخطافية وأسلوبه التقليدي وقوته العضلية الهائلة، ولقد أطاح في مسيرته الاحترافية بالعديد من الملاكمين الأقوياء كجوني سميرلين ومارتي مارتشال. لقد كان يطيح بخصومه يمنة وشمالا قبل أن يعود للسجن بعدما ضرب ضابط شرطة وحكم عليه 6 أشهر. خرج ليستون من السجن وكأن شيئا لم يحدث لكي يفوز ب9 مباريات متتالية لقد كان لا يمكن إيقافه آنذاك. بعد هيمنة ليستون على الوزن الثقيل، وضع نصب أعينه حامل اللقب آنذاك فلويد باترسون
الذي رفض قتال ليستون في الأول نظرا لماضيه الإجرامي. وحتى العديد من الشخصيات السياسية والمشاهير لم يرغبوا في أن يقاتل فلويد ضد ليستون، لأنه تم القبض عليه مرتين وتم سحب رخصة الملاكمة منه. ظل الأمر على ذلك الحال حتى استعاد ليستون وفريقه لتراخيصهم لكي يتم أخيرا الإعلان عن النزال المنتظر بين فلويد وسوني ليستون. توقع الأغلبية بأن فلويد سيتغلب على ليستون بسهولة لاعتباره مجرد ملاكم كلاسيكي، إلا أن سوني ليستون صدم عالم الملاكمة وأطاح ببطل العالم خلال دقيقتين من الجولة الأولى بالضربة القاضية، بل وكانت تلك ثالث أسرع ضربة قاضية في العالم آنذاك، وبذلك أصبح سوني ليستون بطل العالم للوزن الثقيل للمرة الأولى. حاول فلويد باترسون استرجاع اللقب فيما بعد، لكن سوني قابله بالهزيمة مرة أخرى لكي يبرهن بأنه البطل الذي لا يقهر. في تلك الفترة ظهر ملاكم قوي داع صيته بين الجميع آنذاك، إنه الأعظم على الإطلاق محمد علي كلاي الذي كان في أوج عطائه آنذاك. وبالفعل فقد تم ترتيب نزال بين محمد علي وليستون، لكن ليستون انسحب في الجولة السادسة لإصابة على مستوى الكتف. ولكن في 25 من ماي سنة 1965 كان النزال المنتظر بين أعظم وأقوى مقاتلين في ذلك الوقت، محمد علي كلاي ضد سوني ليستون. وبدأ النزال بحذر من كلا المقاتلين إلى أن صدم محمد علي العالم وأطاح بحامل اللقب باليمينية الشهيرة التي سقط على إثرها ليستون أرضا بدون حراك. وهذه الصورة التي التقطت في تلك اللحظة هي بكل تأكيد الصورة الأكثر شعبية في عالم الملاكمة إلى يومنا هذا، ولا يزال العديد من الناس يضعون هذه الصورة في لوحاتهم الفنية وخلفيات هواتفهم. وإليكم ما قاله محمد علي بعد النزال. I must be the greatest. I told the world, I talk to God every day. If God's with me, can't nobody be against me. بعد ذلك خاض ليستون عدة نزالات وأكمل مسيرته بسجل خرافي بـ50 فوزا، 39 منها بالضربة القاضية في مقابل 4 هزائم فقط. توفي سوني ليستون سنة 1971، ويقول البعض بأنه توفي بسبب حقنة هيروين، ولكن التقرير الرسمي عن وفاته يقول بأن سبب الوفاة كان قصورا في القلب واحتقانا في الرئة. العديد من الملاكمين الموهوبين يأتون من خلفيات قاسية وفقيرة، ولكن ليس جميعهم يطرقون بصمتهم إلى الأبد. سوني كان يعلم بأنه ليس لديه سوى قفازاته لكي يتمكن من تغيير والتغلب على خلفيته القاسية وماضيه الإجرامي، وبالفعل فقد نجح في ذلك لكي يصبح واحدا من أعظم الملاكمين في التاريخ. إذن ما رأيكم، وهل تعتقدون بأن سوني ليستون هو واحد من أعظم الملاكمين عبر العصور؟ ضعوا لنا آراءكم في التعليقات. وللمزيد من المقاطع المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك آخر مقاطعنا أولا بأول. إلى اللقاء.